Bonjour les élèves de 6e année primaire et bienvenue sur votre chaîne Apprendre avec Siham. Aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on a déjà commencé la séance dernière. Prenons la page 10. Commençons par le premier exercice. Transforme les verbes entre parenthèses au présent puis au futur. La première phrase: J'ai passé des moments agréables avec mes amis. Il a dit le verbe entre parenthèses est passé. Il est conjugué au passé composé. Le participe passé du verbe. Et on a aussi l'auxiliaire avoir. D'accord? Alors, pour conjuguer ce verbe-là au présent, le verbe est un groupe qui est familier. Il agit tout de suite où il y a le participe passé du verbe, qui est syllabe, e accent aigu. Ou alors, le lié à la wahed l'mélouma. Gare les verbes, les participes passés, liquide syllabe, e accent aigu, qui connaît le premier groupe. J'ai passé, j'ai regardé, j'ai terminé, etc. Had le verbe hada, bach n'sorfou le présent d'abord, khasni, n'kon kan araf l'infinitif dialo, l'infinitif. إذن باش نصرف هذا الفيرب هذا اللي هو باسي في البريزون دو لانديكاتيف دائما مع لو برونون بيرسونيل سوجي جو كنحيد التيرمينيزون اللي هي او ار اي اون لا رامبلاس توجور بار او مي راه كاينه واحد الاو وحده اخرى ديال لو برونون بيرسونيل ايل باش ما تلفوش باش ما يحسب لكم شهر الاو دائما غير مع جو وصافي غادي ندوزو دابا للفوتور بور كونجوغي لو فيرب باسي او فوتور دائما كنحي ما كنحيد والو كنخلي لو فيرب ال انفينيتيف وكنزيد لي تيرمينيزون هنايا خصكم تعرفوا ليا غير تيرمينيزون ديال جو اللي هي اي الاخرين مازال غادي نعرفوهم بروشينمون باش ما ندوخكمش باسون ماتنو à la deuxième phrase, j'ai participé à la fête de l'école. Le verbe est participé. Il est conjugué aussi au passé composé. Alors, نفس الشيء راه بحالو بحال اي باسي في البريزون نحيد او ار غادي نعوضها بالاو اللي هي تيرمينيزون ديال لو برومي ديال جو او في الفيتور حتى هي لا ميم شوز حيت هذا راه سي ان فيرب دو برومي غروب دونك غنخليه كيف ما هو وغادي نزيد اي جو بارتيسيبري ندوزو دابا تروازيام فراز نو زافون ايلو لي ديليغي دو لا كلاس عندي هنايا لو فيرب هي افون ايلو هاد ايلو هذا سي لو فيرب اليغ صافي عقلوا على لانفينيتيف ديالو لو فيرب اليغ سي ان فيرب دو تروازيام جروب الوغ باش نصرفو في البريزون نو اليزون اي في الفيتور نو اليرون باينه نمشيو دابا ليكسيك كلاس بار اوردر الفابيتيك لي مو سويفون الوغ باش دائما عقلوا لي على واحد الحاجه دائما باش ندير لوردر الفابيتيك تيخصني نكون حافظ مزيان مزيان لي زالفابي ديال الفرونسي الوغ اون اسوسياسيون بارون اليف اورغانيز فيت ايكول شنو هو اول حرف كيبدا كنبداو به في الالفابي هو ا دونك اسوسياسيون هي الاولى عندنا من موراها بارون اليف اورغانيز فيت ايكول شكون هو الحرف اللي غادي يتبعها هو او ولكن دائما فاش يكونوا عندي بزاف ديال لي مول اللي كيبداو ليا بأو تنمشي للحرف الثاني عندي اليف ايكول ال والسي شكون اللي كيسبق تتسبق السي ا بي سي دونك ايكول هي اللي غتجي في المرتبه الثانيه من موراها اليف بقاو ليا جوج ديال لي مو فات و اورغانيز الاف دائما كتسبق الاو دونك فات عاد اورغانيز هاد التمرين دائما كيكون ساهل وطبعا بقات ليا كلمه وحده اللي هي بارون وغادي نديرها هي الاخرى حيت بي جايني هي من مور هاد لي زالفابي كاملين Deuxième exercice, écris un mot de la même famille que école. Qu'est-ce que nous avons les mots de la même famille?
يعني هما اللي كيكونوا من نفس العائله، مثلا تنقولوا غاماسي غاماساج اتسيتيرا، هذا غير ان اكزومبل باش نفهموا. ايكول ايكولي، شنو هي ايكولي؟ سي ليليف او لا اتيديون، يعني تلميذ. ايكولي سبور سبورتيف، هادو يعني دي مو اللي معروفين. سبورتيف يعني كيلكان كي في دو سبور. Passons maintenant à la grammaire. Complète à partir du texte le tableau suivant. Et si on a sur ce tableau trois colonnes? La première, phrase exclamative, phrase affirmative, phrase négative. Phrase exclamative, شنو هي بعدا phrase exclamative؟ هي اللي كيكون فيها بحال تعجب، يعني كنتعجبو. On s'exclame. من تكست عندي واحد لا فراز، عندي صراحه بزاف ديال لي فراز، مي انا خديت لكم هنايا وحيده. سيتي فريمون جينيال لا فراز اكسكلاماتيف، توجور اي سو تيرمين بار ان بوين ديكسكلاماسيون. فراز افيرماتيف هي الجمله اللي عاديه، يعني il commence par majuscule et se termine par un point. Dans le texte on a plusieurs phrases affirmatives. Mais Anna, Nir, dites-le comme Rerouhida. J'ai participé avec ma famille jusqu'à l'école. Parce que la phrase est longue. Alors, phrase négative, il n'y a pas de phrase négative dans le texte. D'accord? Mais je n'ai pas de phrase négative, il y a la phrase qui contient la négation. D'accord? Par exemple, je n'aime pas les. Relève du texte un groupe nominal sujet et entoure un groupe verbal. باش نفهموا شنو هو جروب نومينال سوجي وشنو هو جروب فيربال، فاش كيكون عندي اون فراز عاديه باغ اكزومبل لا مامون بريبار لو روبا، صافي لو جروب نومينال سوجي دائما هو لو سوجي اللي قام بالفعل، داكور هي لا مامون. وشنو هو الجروب فيربال؟ هو من لو فيرب حتى الاخر ديال لا فراز. داكور الوغ في النص عندنا بلوزيور فراز، مي انا خديت لكم غير وحيده. هي nous avons organisé plusieurs activités sportives, ludiques et artistiques. Alors, le groupe nominal sujet هو نو، le groupe verbal هو avons organisé حتى l'artistique. Donc ساهله. ندوزو دابا للدوزيام اكزرسيس. Souligne le groupe nominal sujet dans le message de Sarah. Alors, le message de Sarah, عندي جوج. يعني Sarah هضرات جوج ديال المرات. Groupe nominal sujet et groupe verbal. Alors, ici on a j'ai passé d'agréables moments avec mes nouveaux camarades de classe. Groupe nominal sujet, هنايا هو هاد. J'ai apostrophe, هادي راه كانت je, mais حيت لقاو لنا دو فوايل داكشي باش درت الابوستروف. الوغ الكماله راه هو لو غروب فيربال، دونك غادي نسوليني غادي نسطر مي نوفو كاما داكغابل مومو افيك مي نوفو كاماراد دو كلاس حتى لحد البوان. داكور نمشي دابا للميساج الثاني ديال ساره. tu as raison c'était formidable un vrai moment d'échange et de bonheur. دونك ها هو le groupe nominal sujet ou awa le groupe verbal. الى لاحظتوا معايا هنايا في السؤال طلبوا منا غير لو غروب نومينال سوجي، ولكن انا بينت لكم حتى لو غروب فيربال غير باش تزيدوا تفهموا. فاهمين؟ الوغ التمرين اللي من موراه سولين لو غروب فيربال دون لو ميساج دو يونس. غادي نرجعوا لهنايا الديالوج ديالنا. الميساج ديال يونس ها هو هضر جوج ديال المرات. الوغ لو غروب فيربال عندي هنايا نيت جي ابوستروف هي الجروب نومينال، ولكن الجروب فيربال هي من اي بارتيسيبي حتى لايش حتى ليكول، صافي يعني من اي بارتيسيبي حتى ليكول حتى لا فان ديال لا فرا. في لا فراس سويفونت عندنا نو زافون اورغانيزي بليزيور اكتيفيتي سبورتيف لوديك اي ارتستيك. لو جروب نومينال سوجي هو نو، وخلاص لو جروب فيربال هو من لو فيرب حتى لا فان ديال لا فراز، يعني من افون حتى الارتستيك. ندوزو دابا La dernière question relève du texte deux phrases qui contiennent un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. شنو هو الكومبليمون دوبجي ديريكت؟ هو المفعول به في العربيه. داكور دونك مثلا نعطيكم مثال باش نفهموا
ونخرجوا لي فراز لي باغين. عمر مونج اون بوم، عمر مونج كوا اون بوم. دونك هذيك اون بوم هي اللي كنسميوها كومبليمون دوبجي ديريكت، سميناها ديريكت لانها لاصقه ديريكتومون مع لو فيرب. كومبليمون دوبجي انديريكت هو اللي كيكون فارق ما بين لو فيرب واحد البريبوزيسيون اللي هما حروف الجر. باغ اكزومبل جي دوني ان كادو ا ما سور، ديك ما سور هو اللي كنسميه كومبليمون دوبجي ديريكت انديريكت باردون. دونك هادي غير غير باش تفهموا ليا وصافي. اما من بعد ان شاء الله عاد غادي نديروا الدرس دون ماني. بور سيت كيسيون on a relevé deux phrases du texte. La première, j'ai participé avec ma famille et mes amis à la fête de l'école. Le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Ici, mais on n'a pas le complément d'objet direct. علاش حيت من مورا le verbe directement j'ai yani avec. Ou avec c'est une préposition. Alors, on dirait le complément d'objet indirect هو هادشي من ma famille حتى الاخر. ولي كنسميه complément d'objet indirect. Deuxième phrase, j'ai passé d'agréables moments avec mes nouveaux camarades de classe. Alors, j'ai passé quoi? D'agréables moments. Alors, le complément d'objet direct. Avec qui? Il y a une préposition. Le complément d'objet indirect. Passons maintenant à l'orthographe. Je barre l'intrus. بعدا خاصني نعرف شنو كيقصدوا ليا بالانترو. الانترو هو دائما واحد الكلمه اللي كتكون داخله، يعني ما عندهاش حتى علاقه بهذيك المجموعه. المجموعه الاولى عندي 14 15 40 لو كور. شنو كتلاحظوا؟ على ان هاد الاربعه ديال الكلمات فيهم لو سون ك، مي ثلاثه الاولين تكتبوا ليا بكولون والاخره تكتبات ليا بالسي. دونك هذه هي اللي غادي نضربوا عليها. المجموعة الثانية عندي لا كلاس لا كولوت لو دوكتور ان كيلو. حتى هنايا عندي لو سون ك، مي الثلاثة الاولين مكتوبين بالسي والاخرانية كاع مكتوبة بكا. دونك هذه هي اللي غادي نضربوا عليها. عندي في المجموعة الثالثة كيلومتر كريم دو كاراتي لا كور. حتى هنايا لا ميم شوز، الثلاثة الاولين مكتوبين ليا بكا والاخرانيه مكتوبه ليا بالسي. دونك هذه هي اللي غادي نضربوا عليها، هذه هي لانترو. اخر مجموعه تكنيك تكنولوجي سيكولوج كونتين. هنايا معلومه خذوها في راسكم، سي اش بارفوا كتنطق ليا حتى هي ك. دونك الكلمه الاخيره اللي عندي هنايا هي كونتين، كيف ما كتشوفوا ما فيهاش الاش، اذا هي الكلمه الداخله في هذه المجموعه. نمشيو دابا جونغيشي مون ليكسيك. مو فليشي انتور لي مو دون لا غري اي كوش لي دون لا ليست اون بو لير سي مو دون توت تو لي سونس. عطاوني هنايا مجموعه من الكلمات غادي نقلبوا عليهم هنايا في هذه الشبكه ياك، ونقدروا نلقاوهم مخربقين يعني في اتجاهات مختلفه، ماشي مشكل. الوغ لو مو كارطابل ها هما في مدورين عليه. نمشيو نقلبوا على لو مو ايكول، ها هو النيت في السطر الاول. لو مو ستيلو حتى هو تابعو، ها هو حداه. لو مو روج ما كاينش، قلبت عليه هنايا ما كاينش لو مو روج في كاع الاتجاهات. نمشيو نيشان لو مو اورانج، ها هو. لو مو كلاس ها هو كاين هنايا، غير هو كلاس. ابري اون لو مو غوم، لو مو غوم غادي نبداوه من التحت هنايا، ها هو. لو مو ريغل ها هي كاينه في السطر الاخر. بلو ها هي. بلون هي كاينه من تحت بلو. نوار ها هي. اي لو مو غري حتى هو ما كاينش صافي.